لا أحلى مني ولا أحسن مني، بس فضل علي. جكارة فيه تجوزت شخص ما بحبه ولا حبيته بيوم من الأيام. حاولت أتخلص منه وأرجع له، بس رفضني. أنا لمعات المحتسة، رفضني للمرة الثانية، وبسبب محبتي لإله خسرت جوزي وخسرت ولادي. كل هاد اللي عملوا فيني وما بتكون يعني اكله بايدي. ترى ولادي وين بيكونوا؟ هلا شو عم يعملوا؟ شو عم ياكلوا؟ شو عم يشربوا؟ هيك أنا ما رح أقتله إلا بإيدي. هم طبعا مش عيب أبدا إن أنا أبقى فقير وأحاول حينما نبني السد العالي نبني أيضا سد العزة والحرية والكرامة، ونقضي على سدود الذل والهوان، ونعلن مصر كلها جبهة واحدة، كتلة وطنية متكتفة متحدة. مصر كلها ستقاتل لآخر قطرة من دمائها. كل واحد من أبناء هذا المسلم كذا صلاح مصطفى وذا مصطفى حافظ، كلنا سنقاتل لآخر قطرة من دمائنا في سبيل بناء بلدنا وفي سبيل بناء مصر. لن نمكن منا تجار الحروب، لن نمكن منا المستعمرين، لن نمكن منا تجار البشر. سنعتمد على سواعدنا وعلى دمائنا وعلى أجسامنا. إحنا أغنياء، كنا متهاونين في حقوقنا، لنستردها وقلت لكم في الأول معركتنا مستمرة. نسترد هذه الحقوق خطوة خطوة ونحقق كل شيء، سنبني مصر قوية وحقوقها. ولهذا قد وقعت اليوم ووافقت الحكومة على القانون الآتي. قرار
من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لحياتك. هاتوا القلم من فضلكم ودواي يا بنا حلو ركبي صفحتي من بلوتي ولا شر علي تاهت بياد دروب المدن شرقا وغربا علي أجد بلسما ودواي يا ظل البشر مسحوا دمعتي الحجر طبطب على بلواي ناديت رب السماء ناديت رب السماء يوصف لحالي فرجة ودواي الصبر يأمل البشر ينفع لكل علة